السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم اليوم إن شاء الله رح نأخذ الدرس الثالث في الوحدة الرابعة للصف الثاني متوسط اللي هي It's going to be fun يعني سوف يكون هذا رائع يعني شيء راح نشوف الشيء ممتع والرائع مثل ما نشوف عندنا هنا conversation conversation يعني محادثة أوكي okay. خلونا نشوف إيش هي المحادثة بين من ومن agent وعمر، يعني بين الوكيل للرحلات و- وعمر، ال agent يقول what kind of vacation are you looking for what kind يعني إيش نوع of vacation يعني العطلة اللي, اللي أنت تبحث عنها أوكي. قال له عمر I'm looking for a vacation in an exotic and exciting place أنا, أنا أبحث عن عطلة تكون غريبة وممتعة في مكان غريب وممتع أوكي بعدين قال له I love to meet people and learn about new culture أحب إني أنا أقابل الناس وأتعلم new culture يعني عادات جديدة أوكي؟ لأنه طبعاً كل شعب وعن شعب له عاداته المختلفة. قالوا الايجنت How about India? ماذا عن الهند؟ قالوا كذا إنديا يعني الهند. عمر إيش قال؟ قال: it's a bit too crowded. يعني هي شوية زحمة كراودد خلاص؟ And I don't like Indian food. وأنا ما أحب الأكل الهندي. Indian فود خلاص؟ الايجنت قال له: Do you like nature? هل تحب الطبيعة؟ we have uh, ecological tours يعني ايش عندنا uh, سياحه طبيعيه او بيئيه خلاص يعني مش بس uh, uh, سياحه في المدن المتطوره او مثلا سياحة تعرف على البلدان لا عندنا كمان سياحه عن البيئه قالوا كده ان uh, فين ان ذا كوستا ريكن رين فورست هذا اسم مكان اللي هي غابه مطيره You can stay تستطيع أن تكون هناك in tree top resort في منتجع فوق شجرة tree top okay it's a unique هي جدا آه آه مميزة okay أو يونيك يعني مميز okay jungle غابة experience آه تجربة مميزة وفريدة من نوعها في الغابة you are going to love it انا متأكد انك راح تكون تحبها أوكي قال له عمر I'm allergic to mosquitoes يعني انا عندي حساسية من البعوض I'm allergic to mosquitoes قال له الاجنت Why don't you go to the Alps ايش رايك تروح عند الالب مكان اسمه القلب قال له يو ويل اكسبيرينس فرنش راح راح تتعرف على الفرنسي سويس السويدي ايطاليان الايطالي اند جيرماني الالماني كلتشر آه, عادات اوكي عادات فرنسيه سويديه ايطاليه و عمر ايش قال له actually uh, I want a place that isn't full of tourists آه, حق انا لا اريد مكان فيه كثير من السياح اوكي full of tourists somewhere off the beaten track يعني مكان يكون ما فيه كثير من الزوار هي هنا تعبير off of the beaten track يعني ما فيه زحمة أوكي نقرأ المحادثة كاملة Agent, what kind of vacation are you looking for? Omar, I'm looking for a vacation in an exotic and exciting place. I love to meet people and learn about new culture. Agent, how about India, Omar? It's a bit too crowded and I don't like Indian food. Agent, do you like nature? We have ecological tours in the Costa Rican rainforest. You can stay in a treetop resort. It's a unique jungle experience. You're going to love it. Omar, I'm allergic to mosquitoes, agent. Why don't you go to the Alps? You'll experience French, Swiss, Italian, and Germanic culture. Omar, actually, I want a place that isn't full of tourists somewhere off the beaten track. طيب عندنا هنا about conversation يعني حول المحادثة اللي هي أسئلة حول المحادثة يقول لك why doesn't عمر want to go to India ليش عمر ما يحب يروح لإنديا because it's too crowded يعني مرة مزدحمة because it's too crowded مرة مزدحمة وإيش كمان Uh, he doesn't like Indian food هو ما يحب الأكل الهندي okay what's wrong with Costa Rica ليش هو ما حب المكان هذا because he has allergic to mosquitoes عنده حساسية من ال okay what kind of place is عمر looking for لأن إيش النوع اللي يدور عليه عمر he want a place that isn't full of tourists يعني ما فيه كثير من السياح تمام ننتقل للصفحة التالية اللي هي عندنا هنا reading reading يعني قراءة before reading with a partner write down what you know about الهجرة هجر آه مكان خلاص الحجر ايش تعرف عنه يقول لك هنا خلاص خلينا نشوف اول شيء يقول لك ذا ستونز اوف العلا احجار العلا اوكي ذا ستونز اوف العلا خلينا نشوف هنا يقول لك هاي قاسم، هاي قاسم يعني أهلين قاسم هو قاعد يتكلم مع قاسم. I'm writing this email from our hotel. I am writing يعني أنا أكتب this email هذه الرسالة من هوتيل uh, hotel أو من فندقنا our hotel فندقنا okay in في فين العلا في العلا خلاص we arrived this evening after long نحنا سافرنا هذا هذه الليلة بعد فترة طويلة bus journey from مدينة رحنا بطريق طويل عن طريق الباص رحلة باص من المدينة اوكي okay. مدينة اوكي okay. من المدينة هو جاي it's really too bad you couldn't join us يقول له it's really هو حقا جدا سيء انك انت ما قدرت تكون معانا on our في our school trip في رحلتنا المدرسية school trip يعني من رحلة مدرسية يقول هنا we are going to learn so much about historic historical site رايحين نتعلم الكثير من الأماكن التاريخية أوكي okay. historical يعني historical اللي هي موجودة هنا يعني تاريخية sites مواقع تاريخية بعدين قالوا that we can't learn in books اللي ما نقدر نحن ندرسها في الكتاب يعني راح يتعلمون أشياء موجودة خارج المنهج وغير كذا كمان راح يشوفوها في الطبيعة راح تكون دراستها أكثر متعة أوكي okay. بعد قالوا بعد ذلك قال له it's quite busy here in town يقول uh, هي uh, شوية مشغولة في المكان يعني جدا busy يعني مشغول with the tourists مع السياح مشغولة بإيش؟ بالسياح with the tourists from all over the world من كل أنحاء العالم، okay from من all over the world من كل أنحاء العالم who have come to visit مدائن صالح. هو كام الذين أتوا ليزورون فيزت مدائن صالح مدائن صالح أوكي بعد ذلك قال له Tomorrow guide is going to show us uh, around the site. بكرة راح يورينا. Tomorrow يعني بكرة guide يعني المرشد uh, راح يورينا show us يعني يعرض لنا around the site uh, حول الموقع راح يورينا حوالين الموقع. Where we were also going to visit museum رح نو إحنا كمان رح نزور المتحف museum. Uh, العلا أوسس يعني الواحة العلا في واحة هناك and the old abdomen city okay the old okay uh, abandoned city okay the old abandoned city فين وصلنا؟ هنا the old abandoned city يعني مهجور، okay مدينة المهجورة. بعد ذلك ذا archaeological site يعني الموقع الأثري هذا lies about uh, حوالي عشرين كيلومتر شمالاً of the town. twenty kilometer north of the town يعني عشرين كيلومتر شمال من المدينة. it's also known as الهجر because of the هي ايضا اسمها الحجر يقول لك لانه because of the spectacular rock formation in the area لانه الحجاره لها شكل مميز في هذه المنطقه اوكي بعد يقول لك as you know the site was settled by nabateans الغاص يقول لك المكان هذا كان يسكنه الأنباط أوكي okay. in the first century في أول قرن they are over there are في هنالك أكثر من مئة حجر منحني one hundred rock curved curved okay monuments يعني آثار Okay. شوفوا وين هي monuments يعني اثار that are spread all over التي تنتشر كل المنطقة of 13.4 كيلومتر حوالي 13.4 كيلومتر and due to the dry climate وخصوصا انه الجو جاف dry climate يعني dry يعني جاف climate مناخ they are in excellent هم في وضع ممتاز يقولك excellent state موضع ممتاز of prevention يعني من الحفاظ okay the site was included in UNESCO world كان الموقع هذا داخل في تحت منظمه اليونسكو آه القديم ليست في القائمة القديم يعني زي كذا في 2008 because of its culture uh, article importance يعني البناء المميز فيها. بعد ذا يقول لك the desert الغابة around the oasis حول الواحة uh, covered by natural rock formation تكون مغطاة بأحجار. متشكلة أوكي okay. uh, hundreds of curious shape were curved يقول لك الكثير من الأشكال والمنحنيات أوكي okay. the wind into the soft sand stone on one which resemble against elephant يقول لك بعضها شكلتها الرياح وخلتها رمال ناعمة وبعضها كبيرة جدا لدرجة انها كبيرة مثل الفيل اوكي okay. The old city المدينة الكبيرة of Dira is going uh, going to be very interesting هي جدا ممتعة It has over 500 houses عندها حوالي 500 بيت from the 13th century من القرن الثالث عشر with stone foundation and mud brick يقول لك من الأساس حقها من الحجارة وصنعت من البلوكات الطينية أوكي جدارها يعني some of the stone were taken from the ruins of lehini settlement and still carry the ancient inscriptions يتكلم انه فيها اثار انها من فين جت هذه الاشياء والحجاره خلاص there is also unique there is also unique يعني مميز sandal سنديل يعني اللي هي المزولة اللي يستخدموها عشان يعرفون الشمس بظل الشمس يعرفون الساعة كم بالضبط أوكي okay. ذا the the inhabitants used to determine stars of رمضان يقول لك يستخدموها السكان علشان يعرفون نجمة أو هلال رمضان uh, اوكي okay. dont worry i will take lots of amazing pictures to show you يقولوا لا تقلق راح اخذ لك الكثير من الصور علشان تشوفها من اللي كتب هذا النص كله عادل اوكي okay. عادل اوكي okay. نقرا النص كامل بعد ما uh, شفنا وشرحنا أتمنى يا رب أنه واضح المهم إحنا الحين قرأنا وشفنا وعرفنا وفهمنا عدوها إذا حبيتوا بكذا نكون خلصنا هذا الدرس عبارة عن conversation اللي هي محادثة وعبارة عن reading اللي هي القراءة أتمنى يا رب أنه واضح ومفهوم نلتقي ان شاء الله في فيديو قادم واتمنى اذا عندكم اي سؤال استركتوا لي تحت في التعليقات اشتركوا في القناة فعلوا زر التنبيهات حطوا لي لايك عشان يوصل الفيديو لاكبر قدر ممكن من الطلاب ومن اولياء الامور وان شاء الله نلتقي في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي